السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث لكم عن آخر وعن فضل آخر ساعة من يوم الجمعة. كلنا نعلم أيها الإخوة والأخوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن في يوم الجمعة ساعة، يعني أي شخص يدعو الله عز وجل فيها بشيء إلا وأعطاه الله عز وجل ما يريد. ف الصحابة رضي الله عنهم اجتهاد منهم قالوا أنها هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني الآن نحن وأنا أصور هذا الفيديو يعني بقي على صلاة المغرب تقريبا ساعة، فلعلها يعني من الآن فصاعدا تبدأ ساعة الاستجابة بإذن الله عز وجل. نسأل الله في هذه اللحظة أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يحقق أحلامكم وأمانيكم ويجيب دعاءكم. قولوا آمين. إخواني وأخواتي، اليوم عندي لكم قصة شخص يعني وقعت له، أنا أعرفه شخصيا وحكى لي قصته، فاعطونا لايك إخواني، وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة، قناة أسرة الاستغفار وأسرة فضل الاستغفار، أتمنى منك تشترك معنا في القناة. وهيا نبدأ. يقول هذا الأخ وأنا أعرفه هذا الأخ كان يشتري الأشياء المستعملة من الجهة الشرقية في المغرب، ثم يذهب بها إلى جهة الصحراء المغربية، وهناك يعني يبيعها، يعني يشتريها بمبلغ ثم يبيعها بمبلغ يعني أعلى قليلا ويربح. لكن قال يا أخ محمد، في بعض المرات يعني استدنت من أحد الأشخاص مبلغ من المال تقريبا 50,000 درهم، يعني تقريبا 5,000 دولار، و تعسر علي الحال كيف أردها لهذا الشخص. يقول فحملت بضاعتي من الجهة الشرقية وذهبت إلى الصحراء. يقول خرجت يوم الخميس يعني تقريبا في الليل، يقول صليت الجمعة في الطريق وانطلقت. يقول قبل أذان المغرب يعني بساعة 40 دقيقة تذكرت الساعة هذه اللي يجيب الله عز وجل فيها الدعاء. يقول يا أخي الكريم، تذكرتها وأنا في الطريق، ولعل الإخوة الذين سافروا إلى الصحراء المغربية يعني الطرق طويلة ولا يوجد أحد، طريق وصحراء لا يوجد أي شيء، لا طائر يطير ولا وحش يسير. يقول أنا والله عز وجل وحدي. يقول فبدأت أدعو يا رب أسألك في هذه الساعة المباركة، يعني يدعو باللهجة العادية بلهجته الدارجة، يا ربي يا ربي أعني أني أرد المبلغ لصاحبه، يا ربي أعني أني أرد المبلغ لصاحبه. يقول وأنا أدعو وأنا في الطريق وأحسست بقشعريرة وأحسست ب يعني بطعم لم يسبق لي أن أحسس بذلك الطعم، يعني طعم قشعريرة مع كأن جلدي كأن أصابه شيء. يقول فاستمريت في الدعاء والبكاء والدعاء والبكاء حتى خفت أني لا أرى الطريق من كثرة البكاء. يقول فخرجت إلى جانب الطريق ثم استمريت في الدعاء، أدعو 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 أدعو، وأنا أعلم أن هذا البضاعة اللي أنا أخذها الآن لا ترد لي حتى عشر المبلغ الذي أعطاني إياه الشخص، وأنا على وعد معه أني يوم الأحد أرد لها المبلغ. يقول فبدأت أدعو وأدعو 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 وجلست، ف يعني أحسس كأن الله عز وجل أجاب دعائي، أحسست بإحساس غريب، أحسست كأن هم كان في قلبي وراح، أحسست كأن شيء يخبرني أبشر أن الله عز وجل قد أجاب دعائك. يعني هذا هو الإحسان بالله أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول يا أخ محمد وصلت إلى مدينة العيون، يقول فأنزلت البضاعة اللي عندي، فبدأ الناس يأتون، فهذا يشتري هذه وهذا يشتري هذه، فنفذت بضاعتي وإذا معي مبلغ بسيط جدا. يقول فجاءت عندي إحدى النساء معها يعني صحون، هي صحون حديدية لكنها متسخة وقديمة جدا. يقول قالت لي يا ابني اشتري مني هذه. قلت لها يا عمي هذه عمتي هذه متسخة لا تصح لأي شيء. قالت لي يا ابني أرجوك اشتريها مني، أرجوك اشتريها مني، أعطيني فيها اللي تستطيع، اعطيني فيها ولو. يقول فأخذتها، قلت يا عمتي كم تريدين؟ قالت اعطيني فيها 200 درهم، يعني اتت بخمس صحون، قالت اعطيني فيها 200 درهم
هم بخمسة أبيعهم لك، أنا محتاج إياه. يقول ففكرت قلت لعل هذه المرأة محتاجة أكثر مني، وهذه 200 درهم يعني أنا لن تنفعني مع هذا الشخص، فأعطيها وأخذ منها هذا الصحون لعل وعسى الله عز وجل يفرج عني ما أنا فيه، يعني أفرج عنها لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عني ما أنا فيه. يقول سبحان الله العظيم أخذت تلك الصحون ثم رجعت. يقول في الطريق طبعا بين الجهة الشرقية والصحراء مراكش، يقول في الطريق مريت على مراكش، مريت على مدينة مراكش، جلست فيها، بدأت أتجول وإذا بي ألمع أو ألمح عفوا شخص يبيع هذه الأواني القديمة، ويعني عنده سياح وعنده زوار من دول أجنبية. يقول ففكرت قلت لماذا لم لا أخبره عن الصحون اللي عندي. يقول فذهبت وأحضرت واحد، قلت السلام عليكم، قلت يا أخي عندي هذا الصحن، فرأتها إحدى الأجنبيات، وكنت أنا يعني هذا الشخص يتكلم الفرنسية. يقول فأخبرتني تلك الفرنسية عن سعر هذا الصحن وأنها أعجبها وأنها تريده. قلت لها عندي منه 5، قالت لي أريني أرى. يقول فبدأت تحك مكان، فإذا مكان فيه طبعة هو لم ينتبه إليها أساسا. يقول فحكت فقالت لي أين 5 الآخرين. يقول فهنا أنا يعني حاولت قلت لها نتفق على السعر أولا، قالت لي أعطيك الذي تريد، أنا هذا عندي مبيوعين أبيعهم في فرنسا بثمن ممتاز، فقط أخبرني كم تريد. يقول قلت لها أخبرني أنت كم تدفعين، قالت لي أعطيك 2000 يورو في كل واحد. يا سبحان الله، تخيلوا معي من 200 درهم إلى 2000 يورو في الواحد. يقول فأنا يعني طمعت أكثر، قلت لها لا أعطيني أكثر، قالت لي أعطيك 2500، لا أزيدك سنت، أعطيك 2500 يورو في كل واحد. يقول فذهبت معي إلى السيارة وأخرجت 5، فمسحت كل واحدة ودققت فيهم وصورتهم وأرسلتهم لإحدى الأصدقاء عندها أو صديقات في فرنسا، فأكدوا لها أنها هي تلك البضاعة، فدفعت للمبلغ اللي هو 2.5، يعني 2500 أورو لكل واحدة. فيا إخواني ويا أخواتي، الله عز وجل إذا أراد أن يجعل لك سبب ينقذك مما أنت فيه، ينقذك من الدين، ينقذك من الهم، ينقذك من الغم، ينقذك من أي شيء مهموم، إلجأ إلى الله عز وجل. فأتمنى منكم إخواني وأخواتي أن تلجأوا إلى الله عز وجل في هذه الساعة المباركة، وتطلبوا الله عز وجل من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، هذا لا شك فيه، لا شك فيه أبدا، أن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب المحتاجين، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المحتاجين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.